السلام عليكم يا جماعة. اليوم نعمل unboxing ل online bubble mailers self seal. هنفتحها. شو بتتوقعوا جوا؟ والله مش عارف. looks like bubble wrapping or a chair. فأظني ممكن يكون يعني شيء كبير لأن الباكج كتير كبير. روبوت باكسل تحطه على الأرض بروح لحاله. مش لازم تستغل يعني هذول يحاسوا أسنبل. واو بعدين بيجي هذا هذا يعني الاتاتشد شكله زي اظني بتحطه على الارض ثم بطاريات ولا شيء بعدين بروح مش عارف بعدين بروح بكنس لحاله كامل نايف. ممكن اسبايدر والله كثير كثير شكله زي الكافي ماشين والله هذا الروم هذا هو yeah. هذا شارجر الويلز هذا الشاحن هذا جد استغربت كيف هذا ما عندوش اي شيء يعني يمشي على الارض هي روبوت رومبا هي في كلين بعدين هي هوم باتن مش عارف شو هاي هي دول العجلات كمان
هون ال instructions. أوه إذا حبيتوا هذا الفيديو عملوا لايك وسبسكرايب عشان نعمل ريفيو على هذا الفيديو ونعمل تست للرومبا وشوفكم بحلقة تانية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.